مرحبا. اذا كلمه على دوري وكلمه على حياتك. السلام عليكم. نجاح سوريا لاعبه سابقه للفريق الوطني المغربي. انا جد فرحانه جيت لهذا الدوري هذا اللي برئاسه السي الجامعي اللي نظموه واحد الدوري انترناسيونال فيه بزاف الفرق دوليه بحال بلجيكا بحال اسبانيا بحال السنغال بحال فرق مغربيه. وداز هذا الدوري في صراحه داز دوري في لقاء فرح وزوين. تعرفنا على المآثر المغربيه، خرجنا تسالينا، شنا اللي كيجول في المغرب من مآثر من معالم. وهذا الدوري كيحتفل بالذكرى الخمسينيه ديال اجاكس القنيطري برئاسه السي الجامعي، وكنحتفلوا به بثوره الملك والشعب العيد ديالنا، والله ينصر سيدنا في هذا العيد هذا ان شاء الله. ودوزنا وقت زوينين الصراحه. الحضور ديال المسؤولين هنا برئاسه السي الجامعي كان مزيان، وقفوا معنا وزعما ما خلونا محتاجين حتى شي حاجه. وجينا هنا دابا في الملعب ديال مدينه القنيطره، وشنا الملعب ديال القنيطره صراحه زوين، الناس اللي جاوا شجعونا في اكاديميه ديال مدينه القنيطره، وصراحه كل شيء داز بخير وعلى خير، والتنظيم رائع، وان شاء الله ندوزو نرجعو عاوتاني في ملتقى اخر ان شاء الله. ذكرياتك مع الفريق الوطني النسوي؟ ذكريات زوينه. كان الفريق النسوي المنتخب الاولاني ديال 1995-96. ان شاء الله نتمنوا يديروا شي مباراه لهذا الفريق هذا ويحيوا هاد البنات القدام، لان باقين وباقين شادين، وانا وحده منهم. انا كندير مدربه في بلجيكا في الديار البلجيكيه، وما كرهش انا يعيطوا لنا نجيو هنا ندربوا ولا نلعبوا ولا نديروا تورنوات باش نعرفوا بالمآثر والمعالم المغربيه. وشكرا لكم على هذا التورنو وعلى هذا الدوري.